تينين تزاير سيتيني تزعيم تجار الدنيت أرنيا صندا مقران لنواع سيلا نتوان كالن سوش لس التاويلات دي جديدا سيسوين وجان تايتي فون لنواع لازم نديرو يعني بعض التقنيات باش نحافظوا على الأصناف ونطوروا النخيل، من ضمنها الاعتماد الذكاء الاصطناعي في تسيير السقي، في مراقبة الآفات الصحية ومتابعة الأمراض ومتابعة يعني تنقل الشتلات ما بين الولايات. على مستوى المعاهد الوطنية وعلى مستوى ولاية ورقلة ولاية قرد هناك تجارب هي زراعة بالأنسجة، من حيث أنه بهذه التقنية العلمية الحديثة يمكن المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض. حاليا في دقرد قام بالتجربة سابقا وكانت تجربة ناجحة، يبقى أنه تثمين هذه التجارب من أجل الحفاظ على النوع وهذا الكم من أنواع التمور في بلادنا. إذا ببني خدام أن تزدايت ديك الرزن لنسوفوغن تستيني أين يدياوي تطفي إمدن التزمار تنسن دجنتيتي فوين يجين دمزوار السنة دخلنا نعاود نسوفوغ سيستم نتيني الإكسري نتيني دا السكر نتيني قاع نوعو إلا أنت قاع توسوفوغن تستيني اللي كان دخلنا نعود إلى سوفوغ تيني والوزغر خاصة النوع اللي انت اللي معروفة ما وخصوت شد مثلا، وبالتالي كذلك نسجل كان شنتعاشة هذه السنوات الأخيرة إلى تأثيرات التغير المناخي، وهذه الأصناف أو الأصناف أو النوع دي قلنا الحل إلا للاحتباس الحراري من قناص هيدروجليوم كليماتيك إلا عبر القرون إمزوارنا جودنا يعني كما يقولوا يعني حافظ السيسن، وبالتالي نجي نجي نمارو لازم نغزر كيفاش نحافظ السيسن. او انت شان تقرغلان تنتيني دي قنو تسيلس وزلس بهات سنني مكراس انضني مرشاد للاستثمار الا نماس نو نحريش.